مراحب. راح في سيشن على كلوب هاوس هلا مع زميلنا ناصر بلوط، قلت بصورها ان شاء الله يكون الصوت مسموع وتكون مفيدة، نصورها وننزلها. هلا عم فوت على كلوب هاوس. يلا. ما بعرف، اول سؤال بينطرح بالنسبه لي، ليش البودكاست؟ شو اللي خلاك هيك تبعد عن مهنه الريبورتر؟ هلا انه برايك انه ريبورتر ما بقى تشبه جاد غصن، او هي لا مش قصة، يمكن ما بقى كتير، او اللي رايحين له هلا هو السوشيال ميديا، يعني اللي حيكون دومينانت هلا هو السوشيال ميديا. شو اللي يعني شو اللي جابك على البودكاست من ليك الاخر؟ هي مش قصة ما بحبكم ريبورتر أم ما بحبكم ريبورتر. أنا بشكل عام رحت على الصحافة كلها بالغلط، يعني أنا اهتمامي بالسياسة وعملت علوم سياسية، ما كان ببالي إنه أعمل صحافة، كنت على أساس كمل دكتوراه وأرجع أعلم. بالصدفة مارون نصيف وجاد أبو جودي كانوا معي بالجامعة أيام اللبنانية، هن التقوا فيي أنا عم بخلص الماسترز بآخر فترة، وقالوا لي انه بالاو تي في كان بدهم ناس تشتغل، وقلت لهم انا بستصعب، خليني اخلص هالماسترز وبرجع بعدين بشوف قصة شغل يعني، وماني مفكر بقصة صحافة. هني صاروا يقولوا لي انه اغلب الناس اللي عم تعمل ماسترز بتكون عم تشتغل بنفس الوقت، وفيها الاوبورتيونيتي جربها، اكتر شيء ما حبيت ترجع بتفل. فبلشت هيك انه على اساس هيك بنشوف يعني شو الوضع. وطالت القصة وكان معي حق، يعني التاز تبع الماسترز بعد لحتى هلا ما خلصتها، يعني لازم ارجع اتسجل واكتبها وخلص منها. بس صار يصير ضغط الشغل، خصوصا انه انا بقيت بالاو تي في بس 8 اشهر. اول ما تكون رايح على شغل جديد تكون عم تثبت حالك بعدك، فبتاخد كل وقتك. ورجعت دغري بعد 8 اشهر نقلت على الجديد، فبدك ترجع عن اول وجديد تتعلم قصص جديدة، تثبت حالك من جديد، والجديد عنده وصول اكتر للناس من الاو تي في. فبعد فترة، يعني أنا بالجديد بقيت 8 سنين تقريبا، صار عندي أنا آخر فترة ملل من الحياة السياسية بلبنان. كل شيء عم يكرر حاله، يعني آخر شيء بتذكر ننزل على تغطيات، وحتى أنا عملت تقرير بوقتها من هو جلسات انتخاب الرئيس، وما في نصاب، وبنعرف ما في نصاب، بيكون صار قطع له 50 جلسة نفس القصة، بس مجبورين نعمل سبيكتاكل. يعني بدك تنزل لتحت وتسأل نواب انه شو جايين تعملوا، مراح مين رح تصوتوا، كلها تجليط العملية. ف صار عندي ملل من تكرار نفس الامور، يعني صار حتى فينا نعمل سكادجول لشو بدنا نغطي بفترات من السنة، انه بأيلول المدارس والغلا الاقساط، وهذا ما بيصير شيء طبعا. نرجع بعدها بشهر ونص بتشتت الدنيا، الفيضانات والمناطق، نرجع التلوج والمناطق ومشاكلها، نرجع بنجي على الربيع، سيناريو مكرر كل سنة نفس القصة. بتحس حالك بدك تعمل ريبلاي لنفس التقارير كل سنة. ايه اخر شيء، اول شيء بتكون مبسوط عم تطلع بشي فكرة وكذا، بعدين انه خلصنا من البلد عم يكرر حاله. عادة الاعلام شغلته يكون قوة ضغط باتجاه الرأي العام، الرأي العام يكون قوة ضغط، ام باتجاه القضاء القضاء يعمل شيء، ام باتجاه القوى السياسية القوى السياسية تعمل شيء. بلبنان قادر تحكي اكبر خبرية بالبلد عن اكبر حدا بالبلد، لا انت بتفوت على الحبس ولا هو. يا خي اذا انا عم يعني هاي بتذكر نجاح وكيم وقت عمل كتاب الايادي السود بال 96، كنت صغير بس بعد هيك معلمة براسي، يعني كان بمقابلة قال يا خي عملنا كتاب حاطين فيه اسامي وحاطين فيه فضايح، يا انا فوت على الحبس يا هو، بس لا شيء ولا شيء نهائيا. صحيح. بقى هيدا الشيء صار يخلق لي شوية هيك ديستانس شوي. خليني هيك اسالك شيء. ايه بس خليني بس اوصل لك على نقطة بلشت، لانه وقتها كنت بعدني بالجديد انا بلشت. اذا ما بعرف ما بيتسمى بودكاست، بس اقترحت كذا فكرة برنامج، دايما الجواب كان يكون انه ايه حلوين وكل شيء بس نخبويين يعني. فعملت مثل تفاهم معهم انه انا ما عاد لي خلق على نفس القصص، وفي مواضيع انا برايي مهمه وما بتنحكى بدقيقه او دقيقتين على نشره الاخبار، خليني بطلع على يوتيوب تبعكم وبحكيهم، ما بتكلفكم شيء يعني، الكاميرات موجوده، بس بقعد وبحكي بعمل شويه ريشيرش، والشيء ما بينقال بدقيقتين بقوله بصوره اوسع شوي هونيك. فبلشت انا من قبل 2019 على يوتيوب الجديد، وقت بعد سنه صارت قصه بلومبرج الشرق والخبريه الطويل العريض اللي صرنا حاكين فيها كذا مره،
بقى حكيوني ترجع على الجديد، فضلت انا انه خليني اجرب شيء حر، ما اروح على قصة بقى التقارير والشيء المعقول يكون ممل والشيء المجبور ينحكم بالوقت ومعك دقيقتين. اما حتى البرامج الحواريه دائما في المحاور وسيجمنتيشن على اساس انه بدنا البيس تكون سريعه على الحلقه تمن الناس تمل، فبتحس في شيء منه طبيعي بالحديث، مش هيك الناس بتحكي مع بعضها؟ يعني تخيل انت عم تطلع حدا عم بيحكيك وصل على نقطه شو بعرفني احتياط الالزام بمصرف لبنان، اوكي حكينا كتير بالموضوع، خلينا نقول على محور تاني. ما فيش محاور بالقصص، في شيء مهم وفي شيء مش مهم. فاعتبرت انه هيدا البودكاست هو مساحة حرة، ما في قيود، في يقعد ساعة في يقعد خمس دقايق. هيدا اللي حفزني. ميديا يعني هي اللي حتكون دوميننت بالفترة المقبلة، هي اللي حتكون مسيطرة برأيك؟ التي في رايح صوب هيك منحة هبوط، لا نقول نازل التي في نزول، السوشيال ميديا هي حتسيطر ولا كيف نحن لا رايحين؟ انا هون بسمع ايام ناس في بغالوا شوي بقصة السوشيال ميديا. السوشيال ميديا هي الترناتيف، مثل خيار بديل للناس تسمع شيء تاني بشكل تاني بمضمون مختلف، لانه ما في قيود لا الجهات المعلنة ولا اوقات البث ولا دقيقتين، لانه ما فينا نطول التقارير بصيروا يزهقوا. بس اخرتها بعض الاعلام التقليدي بنسبة وصوله للناس اقوى بكتير لا شك، يعني واحد ما بده يضحك على حاله. بس يمكن بفئات عمرية محددة. ايه يعني انا بتصور اعتقادي يعني انه بين ال 15 سنة لل 40 سنة تحديدا تنزم اكتر، بين ال 15 لل 30 بتصور السوشيال ميديا الى وصول اكتر للناس، لل 40 بنصير ايه ولا اقل من هيك. توقعتك تقول اقل من هيك بأي معنى؟ يعني 5 سنين 6 سنين، يعني توقعتك تقول لي 5 6 سنين بلا اكيد. بس انا عم بحكي عن الشيء اللي انا بشتغله بالسياسة هلا، تيك توك وهالقصص اكيد الوصول يمكن بعد حتى اكتر من السياسة واستهلاكها بعد اكتر، بس هذا الشيء انا ما بشتغله، فلانه ما بشتغله ما عندي كتير ريسيرش عليه. شغلي عامل شوية ريسيرش عليه تشوف نسب وصوله لوين. بس الاعلام مشكلته مش هون، الاعلام مشكلته انه في كذبة اسمها الريتنج انا اشتغلت عليها حتى مواضيع بوقتها، بعدها هي بتحكم خيارات الاعلام. ويمكن كنت افهمها الى حد ما قبل الازمة، بس بعد الازمة بتطلع بفهمها نهائيا، لانه فعليا بطل في اعلانات الا اعلانات. يعني انا يعني وقت اشوف اليوم دعاية بنك على التلفزيون هيدي رشوة، هي مانا دعاية، عم تعمل دعاية لشو؟ ما انت البنك مسكر ولا في افتح قرض ولا في اشتغل شيء، عم تعمل قبل الاخبار يعني عم تعزمنا لوين بقى؟ انه هالنوع من الدعايات هو بيجوا بريتنج وبلا ريتنج. بس لانه بطل في حاجة للاعلانات، كنت بتوقع التلفزيونات بهالفترة ياخدوا ريسك اكتر ببرامج ما بدها اكلاف بالانتاج، يروحوا على شيء مش بالمنطق التقليدي تبع الاثارة، يعني اثارة الغرائز بكل نواحيها. وهذا الشيء ما بتصور صار صراحة. انا عم بحضر قليل كتير صرت تلفزيونات، فما بدي كتير اتوسع بشيء ما كتير بعرفه. مثلي. بس طيب خليني بس هيك، بما انه عم نحكي عن البودكاست وبما انه عم نحكي عن شغلك على البودكاست، خلينا نروح على اخر فيديو عملته، او اذا ماني غلطان قبل اخر فيديو، لانه هلا كنت عم تقلي نزلت شيء قبل شوي ما حضرته انا بعد، بس عم بحكي على الفيديو اللي نزل يوم من يومين اللي كنت عم بتعلق فيه على موضوع الدعوة المقدمة من رئيس غاد عون ضد الحاكم بامره حاكم مصر في لبنان رياض سلامي. لا هو بالقاضي طنوس اكتر وغدعون 100% 100%. بالشكل خليني اروح معك على اللي صار امبارح. امبارح مثل ما عرفنا صار في رد من قبل الحاكم، وكان في رد على الرد يعني كمان من قبل القاضي غدعون. بالشكل كيف بتعلق على موضوع رد الحاكم؟ هل الحاكم اصلا له حق يعمل هيك؟ يعني نحن لما نكون عم نحكي عن دولة فيها استدعاء، له حق الحاكم يطلع يرد ببيان، ولا من واجباته انه ينزل وشوف خلينا تشوف شو عندك وبعدين انت القضاء بيحكم، يعني الدولة الصحيحة اذا عم نحكي. هلا الواجبات كتيرة، مش ضروري يعمل شيء منها، بس انه بهيدي وبغيرها. هلا له حق يرد، ايه انه الناس لها حق تحكي ويحكي اللي بده اياه. وانا حتى لو القانون لا يسمح للقاضي عادة بالتصريح بلبنان، انا مع انه القاضي يصرح، لانه هيدي الخبرية
انه شو بسموها صمت، صمت القضاء، انه القضاء ما بيحكي. هيدي خبرية يعني شوي تخطاها الزمن بفكرتها، اللي هي انه القاضي لما يؤخذ عليه شيء ولا يضلوا على حياديته وكذا. طيب انا بفهم هيدا الشيء بالقضايا بين الناس، انه ما في حاجة اصلا تطلع تصرح فيها. طيب بقضية رياض سلامة ام بقضية المرفأ؟ طيب هو قضايا رأي عام وبتتعلق بمصير شعب وشكل حتى السلطة السياسية فيه وقدرة النظام السياسي على انه يحاسب. طيب كل الناس بتطلع بتسب القاضي، بتحكي عنه، بتشيله، بتحط، ليش هو ما قاله حق الرد؟ وبصير ينحكى ايام قصص خارجة عن المنطق، مثل انه عم بسمع كنت احاديث انه وين صار هالقرار الظني بموضوع المرفأ. يا عمي ما في قاضي جبتوه انتو له شي 8 9 اشهر بركي، اكثر من نص هيدا الوقت معطل شغله بطلبات الرد اللي بيقدموها المشتبه فيهم، وبدكم تشيلوه وبتطلعوا بتخبروا اخبار كل الوقت عنه وبتطلبوا قرار ظني. طب ما بيحكينا انه بتولوز صار في انفجار كمان نترات امونيوم، طلع قرار ظني هلا من كم شهر، بتصور من 5 6 اشهر، بعد 6 سنين وشوي على الانفجار. ما عم نطلب 6 سنين اكيد، يعني حالتنا السياسيه تستدعي. ما بيعني انه ما في ارتياب، لا ما بيعني انه ما في ارتياب شوي من حتى يعني حتى حرين حدا حكي عن ارتياب. حرين هن يرتابوا اللي بدهم اياه، بس المسار القضائي هو بيحدد. هلا فيهم يخبرونا انه ايه بس ما القضاء مسيس. مزبوط القضاء مسيس، مش ضروري للقاضي بيطار عم بحكي عنه، عم بحكي عن كل هذا القضاء. بضل في قضاة هن عندهم شويه منعه شخصيه، بس اذا القضاء مسيس فينا نفهم ليش مش من هالقوى السياسية اللي عم تتهمه انه مسيس. طيب ليش هالقضاء المسيس واللي في قضاة حقهم فرنجان بيفلتوا علينا نحن المواطنين العاديين، بيخربوا بيوت عالمة، لانه بيجي المدعي اما المدعي عليه واحد من اثنين بيدفع له قرشين للقاضي اما شيء من هالنوع، بيخترب بيوت ناس، بتبقى قضايا سنين ما بتتاخد فيها ولا قرار، نحن مجبورين نسد بوزنا، ما فينا نحكي شيء. بس وقت توصل القصة انه هالقضاء المسيس حتى بيظلمه، يوصل بيظلمه للسياسيين، لا هم نفتح هذا السقف العالي ونعلق له أشغاله. إذا أنتوا مسببين المشكل يا بتحلوا أصل المشكل يا تحملوا مسؤولية أنتوا وين وصلتوا القضاء. أنا بفهم كنت اليوم الحديث بالقاضي بيطار أنه مسيس وكذا، فاين حق كل واحد يكون عنده رأيه بهذا الموضوع، يا بيروح بالمسار القضائي بيطلب طلب رد، إذا ما مبت فيه بقى تكفي الحياة ما بتوقف، أنه يا مثل ما أنا بدي يا ما في قضاء. ياما كنت بفهم شوي انه اوكي بدنا نروح على شيء اقل تسييسا اذا اعتبرناه مسيس، يخلقوا لهم شيء هيئه قضائيه منتخبه من القضاة، شيء آلية، اي آلية تضمن مكان اقل تسييسا، فبقتنع بالمنطق على القليله الفكره بتضل فيها تتابع منطقي. بس انا اتهمه انه هو مسيس، قول الحل ابعتها على مجلس محاكمه الرؤساء والوزراء اللي فيها كل الكتل النيابيه مكون من نواب غير القضاة اللي اصلا هن معينين سياسيا، انه هيك حلينا المشكل. هون انا برايي هون ببين انه النيه مش قصه تسييس وما تسييس، النيه انه ممنوع اي جهه خارجه عن قوى الامر الواقع يكون عندها أي قرار بيأثر بموازين القوى السياسية بالبلد، لأنه إذا كف القاضي وصار يطال روس سياسية مين ما كانت هالروس السياسية راح تأثر بتوازن ما، وهذا الشيء ممنوع بقضية غادة عون وطنوس. أنا هون كان بدي أنه كان موضوع البيطار كنت فات يعني إيه أنا بس أنا بستطرد كثير ما تأخذني. لا مش غلط. طيب يعني اليوم في قاضي تبع الإجراءات القانونية اللي لازم يعملها، عم نحكي عن قاضي طنوس، بموضوع طلب كشوفات حسابات عن رجا سلامي خيو لرياض وبعض المستندات الأخرى اللي تتعلق باشتباه موضوع تزوير اختلاس وغيره. طيب طلبوا هن المصارف انه هذا ما عنده الصلاحية، نحن في سرية مصرفية وما في إلا الهيئة الخاصة بمصرف لبنان هي إلى حق تطلع على الحسابات، لأنه هي فينا نكشف لها السرية المصرفية لها. طبعا هالهيئة بيرأسها رياض سلامة، ما حدا يكون مغشوش يعني. طيب القضاء هو بتلهم بهيدا الطلب اللي طلبوه انه هيدا مش من اختصاصه، قال لا مبلا من اختصاصه. طيب ساعتها طلب هو انه خي اوكي من بعد ما خلصنا من القصة يلا بعتوا لنا الحسابات، ما بيبعتوا الحسابات. طيب بعت مداهمات لهو ياخد الحسابات بسلم القضائي، في فوق مدعي عام التمييز غسان عويدات، غسان عويدات بيوقفها.
انا بالمنطق اوكي له صلاحية نظريا، له صلاحية لانه هو على اساس مدعي عام التمييز فيه، هو هذا الشيء لازم يتغير باي قانون طبيعي كمان. المشكلة انه هول جاد مقوننين، يعني هول الممارسات اوكي مقوننين. اوكي على راسي، هو في شيء برات القانون بنحكي عنه، في شيء ضمن القانون كمان في حديث فيه. طيب هو منطق القانون، روحية القانون وقت تعطي صلاحية لغسان عويدات بصفته انه هو مدعي عام التمييز بالتدخل بقضايا معينة، بما انه هذا قانون يحكم عمل القضاء، ليش عملنا قضاء نحن؟ غاية القانون هو إحقاق الحق والعدالة، يعني مفروض نفسر القانون لنوصل للغاية اللي انعمل من كرماله، ما فينا نفسرها تنعمل آلهة بالبلد، إنه ما انعمل القانون كرمال غسان عويدات، انعمل كرمال العدالة. فأنا كيف بده واحد يفسر إنه في قاضي بيستعمل صلاحياته لوقف مسار قضية، لوقف مسار تحقيق؟ أنا بفهم إذا شاف في قاضي عم يتلكأ ما عم يشتغل شغله، يروح يوقف له شغله، يشيل القضية من عنده، يعمل له مناقلة، مش كل شيء ما بعرف شو هو ضمن صلاحياته، بفهم تدخله، بس يتدخل بقضية ماشي عم بيصير فيها تحقيق، وبعد ما البنوك حتى ما بعتوا المستندات المطلوبة راح يتدخل لياخدها، وين المشكلة؟ ليش بده يتدخل ليوقفها؟ في حدا يعطينا تفسير قانوني؟ لأنه طلب منه نجيب مئات اللي هو صديقه لرياض سلامة، انه هذا البلد يعني صار شيء، واحد صار في شيء عندنا شيء من القرف فيه، لانه بتحس انه عاده بدك تشتغل صحافي، بدك تشتغل سياسي، بدك تشتغل اي شيء خاصه بالحق العام، بده يبقى في شويه معايير للعمل العام، اللي هو مفروض انه كيف بدك تلعب ماتش فوتبول، ما فيهم الفريقين اذا اتفقوا هن بين بعض يقرروا انه نحن ما بدنا حكم، اما ما بدنا زياح اوت، ولا ما بدنا جول، هي بطلت لعبة فوتبول. بقى تشتغل سياسي بدنا اول شيء نتفق هو قواعد اللعبة وكلنا بقى نمشي فيها ونقعد نشتغل سياسي، بس انه هون كل واحد بيعمل بدوي يحو انه هلا نحن بلد بلا حكومة مثلا، بس بحكومة موجودة لا رئيسة بيستقيل ولا الاكترية بتشيل عنه الثقة ولا التلت المعطل اللي عملنا مشكل لنجيبه بيستقيل ليطير الحكومة، ومفروض هلا نعلق نحن بين بعض ونستهلك نحن كناس بمشاكلهم بين بعض مش بمسؤولياتهم. طيب اوكي انت ضده روح شيله استقيل، تراح الثقة بالحكومة اي شيء، بس المشكل السياسي بالبلد هون بالخطابيات كيف بالايامات العادي، كيف اذا في انتخابات جايتك يعني خذ وتفرج. هلا ليك انا رح كمل اسئلتي بشكل سريع، يعني رح اخلص الاسئله اللي انا حاططهم ورح نترك للمان على الستيج يقدروا يسالوا اللي بدهم اياه، هيك كمان من يعني كون انا لانه مش اسئلتي مش كتار يعني بس اكيد الكل رح يسال، واذا جاد هيك يعطينا ساعه بعد، واللي بحب يعني يرفع ايده اهلا وسهلا ما في اي مشكله. جاد بواحد من الفيديوز علقت على الاحتياطي الاحتياطي الموجود بالمصرف، تمام؟ حكيت بتذكر مره عن الارقام المختلفه للاحتياطي اللي موجود بمصرف لبنان، يعني كيف مره كنا عم نحكي عن 38 مليار دولار اذا ماني غلطان، رجعنا نزلنا لل 24 مليار، رجعنا هلا نزلنا قديش هلا الرقم صار 14 في ايامات بفرخ شويه دولارات زياده كمان. ايه ما هي الفكرة، وحتى عن رياض سلامة كيف مرة حكي انه بعد من ضاين 3 اشهر ومن ضاين شهرين ورجع هاي 3 اشهر على فكرة قالها من سنة و3 اشهر شهر 9 صحيح كنا بشهر قالها لرويترز. شو هلأ وين هلأ نحن بموضوع الاحتياطي على حد علمك؟ يعني ما حدا بيعرف هلا، في كتير تقديرات بس ما حدا فعليا بيعرف، وهي بحد ذاتها هي فضيحة يعني. بس المشكلة بموضوع الاحتياطي انه هو اساسا فكرة الاحتياطي الالزامي اكبر كذبة كذبوها على اللبنانيين وبعدها شغالة الكذبة، لانه الاحتياطي الالزامي واحد بده يفهم هو شو، وليش بالقانون ممنوع التصرف فيه. في عنده احتياطي بيكون المصرف المركزي في شيء من الموجبات من رأس مال المصارف بحطوه عنده تتقدر تفتح بنك انت، لانه بالزمانات يعني بالقرن عم بحكيك 19 وقبل، واذا كانت بعض المصارف شيء بدائي تكون اشبه بشركات ممولة، يجوا الناس يحطوا مصرياتهم، فجأة صاحب المؤسسة يسرق المصريات ويفل، بقى صار في حاجة لضمان أموال المودعين بقوننة هذا عمل تيصير هذا المصرف له قانون بيحكم له شغله، فصار كل بنك بده يفتح بيقتطع جزء من رسماله بيحطه وهذا بيبقى بالمصرف المركزي وفيه يتصرف فيه المصرف المركزي عادي استثمار بكذا. أما الاحتياطي الإلزامي هو شيء تاني، الاحتياطي الإلزامي
هو عادة بيصير على عملة البلد، نحن عنا اياه على الدولار كمان، لانه الدولار البلد كله سوا من التسعينات بقى. طلع القانون اذا ماني غلطان بال 2001 2002 مع باريس 2، لانه كان في دولارات جاية وبدهم يبلشوا يكملوا باستدانة الدولة بالدولار، بقى ليحموا هالعملية خلقوا احتياطي الزامي بالدولار. شو هو الاحتياطي الزامي؟ هو تيخفف قدرة المصارف للتصرف بالدولارات اللي بحطوها المودعين عنده. فشو الفكرة؟ الفكرة وقت اقول انا احتياطي الزامي 15%، يعني اذا انا رحت على البنك حطيت 1000 دولار، المصرف بيترك عنده 850 بيتصرف فيها باستثمارات هو بيقررها، و150 منها بتنحط باحتياطي الزامي بمصرف لبنان، ممنوع يتصرف فيها مصرف لبنان، لان انا بكرة وقت ارجع اسحب ال1000 دولار مجبور المصرف المركزي يرد للبنك ال150، والبنك عنده 850 برد لي اياهم. بقى هولي على اساس مباشرة اموال مودعين ممنوع التصرف فيها من قبل مصرف مركزي، هي بس ليخفف كتلة نقدية من ايد البنوك. طيب وقت انا حاكم مصرف لبنان يطلع بمقابلته الشهيرة بوقت اذا ماني غلطان على العربية، ورجع عادة اصلا كذا مرة، يقول انه اخرتها الناس بترجع بتاخد مصرياتها مثل كل الناس بالعالم بعملة بلدها، بكرة المصريات تاخدهم بالليرة اللبنانية. وفعليا نحن وقت يكون عندنا المصارف بلبنان ما عم ترد للناس مصرياتها بالعملة التي اودعت بها، وعندنا تعدي على القانون من قبل حاكم مصرف لبنان بانه بيخلق اسعار صرف وبيقلنا نحن انه بتاخدوا مصرياتكم على سعر الصرف اللي انا بحدده، ومش سعر واحد، في كذا واحد يعني. فهون بهذه الحالة مفروض الاحتياطي الالزامي بده قانون من مجلس النواب بيحرره كله، لانه انا عم بقول للناس ما رح ترجعوا تاخدوا مصرياتكم بالدولار، رح تاخدوه بالليرة اللبنانية. هلا فيهم يعطوك اياه بالسعر المزبوط، في كل مثلا اذا اليوم 28000 ليرة في يقول خي بترجع بتاخد مصرياتك بالليرة، بس بتاخدهم كأنهم بسعر الدولار لانه محطوطين بالدولار. اللي صار انه بعدنا بنقول في احتياطي الزامي والقصة كلها بدها قانون، بس ليش ما حدا بياخد هيك قانون؟ لانه بدنا نمشي كذبة على الناس اسمها انه ايه بلا مصرياتكم بعدهم موجودين وبكره بنعطيكم اياهم، وهي هي اكبر كذبة تنضلنا معلقين الناس بحبال الهوى. وتما يصير عنا واجب لما تبقى نقول للناس انه لا المصريات تبددت وبدنا نوزع خسائر، مجبورين صرنا نطرحها من ضمن اطار شامل، لانه مش يعني انه بس ما بنرد للناس مصرياتها. اذا بدي اعرف انا كيف بدي رد للناس، شو الاماونت يعني، شو المبلغ اللي بقدر رده وقديش من الوقت وعاي سعر صرف، مبدئيا مفروض تكون لمصلحة البلد مش لمصلحة بنوكي يعني، بدها تكون جزء من نظرة عامة لا هيدي الخطة اللي بنحكي عنها كل وقت، خطة اقتصادية ثم مالية وبصير لها اجراءات تفرض على كل الناس. هيدا الشيء ولا حزب بعد عملنا خطته. هلا امبارح في شاب بعرفه بعت لي انه القوات، بعد ما قريته صراحة بنقراه وبنشوف يعني، ان شاء الله ما يكون عناوين عامة وعريضة مثل ما الكل بيعمل انه قبل الانتخابات تيكون مبردمته، بس هلا بنقراه وبنشوف. بس من سنتين لليوم لامبارح خلينا نقول، بعد ولا حدا، مش انه الحكومة ما عملت خطة، بعد ولا حدا جوات الحكومة عمل خطة. بقى ساعتها افضل طريقة لنضلنا ماشيين بتوزيع المسؤوليات من دون ما حدا يحمل مسؤولية شيء، نقول انه المسؤولية معممة ومنسب رياض سلامة على اجراءاته، بوقت رياض سلامة فينا نحن نحكم له اجراءاته بقوانين مجلس نواب وبالحكومة وبوزارة المال، ووصولا لإذا هالقد القصص بدها توصل لإقالته وتغييره. فهيدا كله ما بيصير، وبنصير هلا نحن بدنا نفوت بتكهنات شو عنده مصرف لبنان. هيدي باي بلد بالعالم هيدا مال اخر شيء يعني، ببلد مأزوم وتعسر عن دفع دولارات والدولارات عم تخلص فيه، وبعد ما عمل برنامج مع صندوق النقد ام مع اي جهه دوليه ليفوت دولارات جديده، هو بصيروا قيمتهم اهم من انه قصه بس 13 14 مليار، هو ذخيرتك الباقيه لاي عمليه تعافي بدك تقوم فيها بكره. هلا اذا بنبقى نبددهم بانه بندعمنا على 8 اشهر سعر الكاجو والمكسرات وما بعرف شو دعمه ووقفوهم بعد 9 اشهر، هلا هيدي ال 9 اشهر بنبدد فيها شي 4 5 مليار دولار على بلا طعمه. بس الناس تعرف انه نحن بعد الحرب الاهليه اخذتنا 7 مليار ونص دولار كل اعاده اعمار البلد على علاته يعني، وعلى السرقة اللي صارت فيه. شو يعني نحن من بداية الأزمة من 2019 لليوم نصرف 18 مليار دولار كانوا موجودين مصرف لبنان على ناس بتهرب مصرياتها لبرا، ما بنعرف مين هي وما بنعرف شو قيمة المبالغ اللي طلعت، بس بنعرف انه هي بالمليارات مش بالملايين، وعلى دعم بيوقف فجأة. فإذا الدعم ما كان جزء من خطة لنستفيد منه
لنرجع نخلص من الدعم بس ببنية اقتصادية الناس تكون عندها قدرة شرائية فيه. لا، بنعمله على 8 9 شهور بنوقفه، بيطلع باخرته مين بيستفيد منه؟ شوية محتكرين وشوية تجار مستوردات اشتروا اللي اشتروا ويمكن ضبينه لحتى هلا وبيبيعوه باسعار اعلى. وهلا بنصرف للناس مثل قرار اليوم تبع قرار امبارح تبع رياض سلامه انه تعوا يا بنوكي بعطيكم دولارات على سعر ال 24,000 تبع منصه صيرفه، ومنوزعها لناس هن يا كبار مودعين يا كبار حاملي الدولارات بالبلد، تيعملوا بين فروقات سعر الصرف بين السوق السوداء وبين البنوكي ربح بحوالي 37% كان امبارح. رح نشوف هلا كيف بيتطور. هو قاعد ببيته حاط اجر على اجر، هيك بتتبدد ما تبقى من الدولارات. وبعدين بنيجي بنحكي انه البلد مين اخده على صندوق النقد ومدري شو مؤامره خارجيه. خي لو كان في قرار بنهايه 2019 بدايه 2020 بخطه اقتصاديه وماليه منا مضطرين كنا نروح عند صندوق النقد، بس هلا خلص. طيب بما انك حكيت، لانه حكيت عن صندوق النقد وحكيت عن اللي كان بدي احكي فيه اللي هو الكابيتال كنترول، رح اسالك اسئله سريعه عن جد لحتى اقدر انا لحق الاسئله لانه كتير مهم اللي عم بتقوله. كابيتال كنترول له بعد معنى القانون هلا برايك؟ اكيد في داعي للكابيتال كنترول، ولا راح اللي راح واللي تهرب اللي تهرب وطار اللي طار من المصاري؟ لا لا لا، يعني شو بدنا نعمل بعد كابيتال كنترول؟ اكيد اهميته القصوى كانت قبل ما وتسكروا البنوك اول ايامات المظاهرات، سكروا لهم جمعه زمان وفتحوا ورجعوا وسعر الصرف بلش يطلع، طلعت اصلا كان عم يطلع من اخر اب. الكابيتال كنترول اكيد ما كان لازم يسمح للمصارف ترجع تفتح ابوابها بلا كابيتال كنترول، وهيك بيصير بكل دول العالم الطبيعيه. بقبرص بظرف اسبوع من بدايه الازمه خلصت قصه كابيتال كنترول، هي اقرت. نحن صار لنا سنتين وكم شهر وبعدنا عم نتشارع ونتفاوض ونشوف كيف وليش. الغايه معروفه انه يبقى في اليه تحكم كامله عند مصرف لبنان وعدم اعتراف بافلاس المصارف لعدم تحميلهم خسائر براس مالهم. وبهيدي الاليه بنقعد بنوزع الخسائر على الناس تما حدا يطلع من، لانه هيدي توزيع الخسائر في ناس بتفكرها بسيطه، بس هي توزيع الخسائر بده يجي واحد يطلع على التلفزيون يكون لابس كرافات تبع له لشي حزب كممثل بهيدي الحكومه اما اي حكومه، ويطلع يقول للناس انت ما رح رد لك مصرياتك، وهي اللي قاعد حدهم بلا رح رد له. ليش؟ لانه انت استفدت اكثر بفتره سابقه، ام لان انت ما بتشتغل بقطاع من القطاعات اللي انا بدي اجرب ساعدها. وبكره وقتها تمشي هالخطه والقطاعات اللي عم جرب ساعدها تبلش تفوت هي دولارات على البلد، برجع برد لكم مصرياتكم. طيب بس ما احزابنا نحن مكونه من ناس معها وناس ما معها، ناس استفادت من الفوائد المرتفعه وناس ما استفادت، كلهم سوا. لانه اخرتها الاحزاب وقتها تكون طائفيه بتشمل كل الناس، منا مثل دول العالم اللي فيها احزاب بتمثل العمال اكثر، احزاب بتمثل المؤسسات الماليه اما الشركات اما البرجوازيه بشكل عام. لا، نحن طوائف فيها كل شيء. بقى ولا طائفه بيقدر يطلع زعيمها يخبر جماعته انه من بيناتكم في انتو رح تضطروا تتحملوا خسائر، وحدكم واحد من نفس الطائفه لا ما رح يتحمل خسائر قدكم لانه انا اقتصاديا عايزه. فهون تعطلت الحكومه وتعطل الحكم. بس بعده الكابيتال كنترول مهم. ليش؟ لانه بعده لليوم بيطلع مصاري لبرا، هي واحد. ثانيا حقوق الصحبه الخاصه اجينا مثلا مليار و135 مليون دولار من صندوق النقد، ما حدا بيعرف شيء الا انه فاتوا على مصرف لبنان. هلا بيعطيهم بكره الحكومه بالليره اللبنانيه ولا بالدولار؟ ما حدا بيعرف. طيب عم بيستخدمهم بركي اليوم بهالتعاميم انه البنوك عم تعطي دولارات للناس. طيب عم تعطي دولارات للناس وهالدولارات مين بيقول بتبقى بالبلد؟ بكره صندوق النقد اذا عطينا اموال مين بيضمن تبقى بالبلد؟ بقى اكيد بيبقى مهم. تحياتي تحياتنا حاج دانيال حبيبي. السؤال اول شيء تحياتي لك خي جاد، انت صديق عزيز. يعطيك العافيه مشتاقين حبيبي، والله انا مشتاق لك. سؤال، ليش المصرف المركزي عم يسلم دولار وطلع قرار يلزم المصارف بالتسليم؟ مش معنى هالشيء انه عم يضرب الاحتياط تمهيدا للانهيار الاكبر؟ تماما. وقد يصل الامر لاحقا لبيع الذهب. تماما. هلا اكيد المصدر تبع الدولارات ما فيش مصادر دولارات بالبلد، يعني اخرته كله بيرد على نفس الصندوق اللي اسمه الاحتياط اللي عنده. طيب اذا هو قادر مثل ما حتى سرب اعلاميا انه هو مستعد يتدخل لقيمه مليار دولار، بتصور الرقم كبير بس خلينا نفترضه صحيح. اذا انت عندك قدره تتدخل لحدود المليار دولار، اول شيء بتنقض فكره الاحتياط الالزامي تبعك،
لانه انت لك فتره عم بتقول بطل فيك تتدخل حتى تجيب دواء، لانه الاحتياط الالزامي عم يخلص. فجاه صار فيه يصرف مليار دولار، هي واحد. اثنين، اذا فعليا هو ما عم يصرف من الاحتياط الالزامي، هذا معناته انه عم نصرف اموال حقوق الصحبه الخاصه اللي استلمتهم الدوله من 3 4 اشهر من صندوق النقد الدولي، اللي على اساس هول بدهم ينصرفوا مثل ما قالتنا الحكومه ببيان الوزاري بافضل صوره ممكنه وبصوره تكون هي جزء من خطه، واذ بنشوفهم عم ينصرفوا للمودعين الكبار، اما اللي قادر يكون معه دولارات ويشتري لبناني يروح يشتري شيكات ويبازر بقصه فروقات سعر الصرف. فاذا كلا هالسيناريوين كارثيين، اول شيء حقوق الصحبه الخاصه بنكون عم بنبددهم لمصلحه فئه صغيره كتير من المودعين، وللعلم هن كل المودعين كلهم على بعض ما بيطلعوا 50% من السكان، هول عم ياخذوا دولارات من حساب بقيه الناس، لانه بقيه الناس اخذتها ضمانتهم المستقبليه هي هالاحتياطي الباقي بمصرف لبنان على امل يستخدم ضمن خطه وبرنامج يقدر يرجع لهم شيء من قدرتهم الشرائيه. وبما انه هالاحتياطي الالزامي عم نبدده بهيدي الطرق، فعليا ايه عم نهدد الانهيار الاكبر من بعضه، نسرع تبديد ما تبقى. هلا انا شاكك شوي بامكانيه استخدامهم الذهب، اما بارادتهم لاستخدام الذهب هيك مع انه معهم كل شيء بيصير يعني، بس ليش عندي شك؟ لان واحد بيستغرب ببلد رايحين عم نركض على صندوق النقد واللي هن بيعرفوا انه شروطه قاسي عليهم كسلطه سياسيه عايشه على الزبائنيه وتوظيف الناس وتلزيمات بكوميسيونات، هذا كله شوي بضيق امكانياته وقت نفوت بهيك برامج، فبيعرفوا اكلافه على الخطوط الزبائنيه تبع ولاءاتهم. برضه هن عم بيروحوا لهونيك، وبعد ما سمعنا حدا طلع بمجلس النواب قال هات لنعمل قانون نتصرف بالذهب، ما الذهب بجيب لهم شي 16 17 مليار دولار، 16 17 مليار دولار بتعيشهم سنتين، يعني سنتين بحاله كارثيه، بس برضه سنتين ثلاثه عندهم كميه من الدولارات، ليش ما حدا حكي فيها لليوم؟ قعدنا صرنا نفكر هيك شو 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 السيناريوهات المحتمله لسلطه سياسيه بنعرف انه ما بتوفر لا اخضر ولا يابس، يعني ما يكون بعد حدا منهم حاكي بموضوع الذهب. بيتبين شغلتين، اول شغله انه هيدا الذهب ما بنعرف لليوم شو في منه بلبنان وشو في منه برا، وحتى لانه هو في جزء منه محطوط بتخزين بفورت نوكس. صلحوا لي انه مش نيويورك الولايه، فورت نوكس اذا ماني غلطان، ما راح اسمي ولايه تاني احسن ما غلط، بس بولايه تاني بالايست يعني الامريكاني، المهم بامريكا يعني. طيب اذا هني بفورت نوكس بامريكا، امريكا عندها تجارب مش مع دول مشحره يعني، حتى مع المانيا طالبت بالذهب المودع بامريكا وما بيسلموني وتاخروا بتسليمه سنوات، تركيا نفس الشيء. بقى هول يمكن يكون عندنا اشكاليه معهم اذا مزبوط الرقم اللي كنا نعرفه بالزمانات ونسمعه دائما من كل الناس اللي متصلين وقراب من مصرف لبنان، انه تلتين سبائك الذهب موجودين بامريكا والتلت بعضه موجود بلبنان مخزن. واذ ايام حكومة حسان دياب بلتقي بالوزير غازي وزني وبصير في شوية حديث عن الوضع، سألته عن موضوع الذهب شو عنده المعلومات هذا وين موجود، قال هو بالمعلومات اللي سأل مصرف لبنان، مصرف لبنان بيقول العكس، تلتينهم بلبنان وتلتهم بأمريكا. هلا فعليا ليش ما فينا نعرف؟ لأنه حتى مصرف لبنان في شركتين عالميتين بتعمل تدقيق سنوي بمصرف المركزي، هن ارنست اند يونغ وديلويت. طيب سرب واحد من تقارير التدقيق اللي هو مفروض يكونوا سرية يعني، سرب من شي 3 سنين. اذا نحن بنقرأ فيه شوي بنشوف وقت يوصلوا على الذهب، لان هن بالاخر بيرفضوا يوقعوا من دون تحفظ لانه بيعتبروا في كتير اشكاليات بمالية المصرف المركزي. واحدة منهم لانه بيوصلوا على الباراجراف تبع الذهب بيكتبوا انه ولم نتمكن من معاينة الذهب، نقطة، لا الذهب بلبنان ولا الذهب بامريكا. طيب بيوصل احد نواب حاكم، احنا رابع احتياطي نحن بالذهب، ايه ما نحن الاحتياطي عنا ثابت ما بيتحرك لانه في قانون من سنة 86 بيمنع التصرف بالذهب. بقى نظريا الرقم بيضلوا يمشي هو ذاته، بصير يطلع وينزل السعر حسب سعر الذهب العالم، بقى نظريا هو موجود وبنبقى نعتبره موجود. طيب بيطلع احد نواب الحاكم المصرف المركزي بقلب لجنة نيابية يسألوا احد النواب شو وضع الذهب عندكم، هو اللي عينه هلا اخر كم شهر، بيقول له هلا عم نعدهم، عم نعد الذهبيات. اللي هو جواب بيضحك لانه هيدي مفروض تكون بجرد 96 اخر عد، مش هيك؟ ايه بال 96 اخر مره قال عدون، هلا عم بيرجعوا يعدون. هي مش انه بفوت واحد بيصير يعد سبيكه سبيكه، كل مره واحد بحب ينزل بيفتحوا له الجرور يعني.
هذا المفروض يكون في محاسبة مالية المصرف المركزي، كل آخر سنة بينعمل جردة لكل موجودات المصرف، بهذا الشيء المفروض يكون مبتوت. هون أول إشكالية. فنحن في عنا علامة استفهام، هدا بركي تم التصرف بجزء منه، بركي لا، ما حدا بيعرف. تاني موضوع، تاني احتمال، يعني هولي ما رح يتصرفوا بالذهب وما عم يحكوا فيه لحد هلأ لسبب، وقت عم ينحكى بخصخصة. أما أكتر شيء موضوع البي أو تي، يعني إنه أنا بيلد أوبريت أند ترانسفير، يعني بعطيك شركة كهرباء 10 سنين بتديرها، بتعمل منها أرباح وبتردها للدولة، بتكون أنت استثمرت فيها وعملت أرباحك وبتفل بتردها للدولة، ما بكون بعتها. طيب سؤال، بالخصخصة مين بده يشتري مثلا مؤسسة الكهرباء اليوم؟ لأنه أنا إذا تاجر بدي روح على مؤسسة الكهرباء بتطلع فيها، هيدي ما بدفع لك ولا ليرة عليها، أنت بدك تدفع لي لأجي أخدها. ما أنا بدي أستثمر فيها شي $2.5 مليار لأقدر أعطي كهرباء للناس، لأقدر شرج عليها ولأقدر أعمل ربح. إذا هي بحاجة لهذه الاستثمارات أنا ما في بيعك إياها. طيب إذا ما فيك، ما حدا بيشتريها، بدك تعملها بي أو تي، بياخدها وبيردها. نفس القصة بتوقع، هيدا تاخدها بده يدفع شي $2 مليار استثمار بكهرباء لبنان تيقدر يطلع مصاري. طيب بدي يسألك سؤال، هيدا انا رح حط $2 مليار بالدولار، سيمنز خيي، انا جاي من المانيا، بدي حط $2 مليار بالدولار، عم تعطيني شركة حطيت فيها $2 مليار وصار فيي اعطي كهرباء لكل الناس و24 24. طيب انا ما بعرف اعمل فيزيبيليتي ستادي، تعرف كم سنة بدي اعمل معك البي او تي، 10 ولا 15 ولا 20؟ مع عدد السنوات هو قديش بده يربح هو، لان يعني هو دفع هالمليار اما مليارين، بده يعتبر انه هذا في 4 5 ملايين شخص عايشين بهالبلد، شو نسب الاستهلاك الموجودة، قديش بيطلع، بقدر يطلع منها ارباح، فبسعر لك اياها هالقد، وبحسب ب 10 سنين بعمل مليار، فبعدي 5 سنين بعمل منها ارباحي. طيب انا لا بعرف سعر صرفك، ولا بعرف الاحتياطي تبعك، ولا عندك خطة مالية، لا اعرف القدرة الشرائية تبع الناس، هكيف بدها تصير؟ لانه هول الناس اخر سنتين اللي كان يضوي 3 لمبات بالبيت صار عم يضوي لمبة لما يدفع اشتراك موتور. انا ما قادر اعرف على 15 سنة قديش بدي شرج على الناس لقديش بدي اربح، فانا ما بدي اخدها منك. شو الحل؟ تأغرية دا يجي بقول له ليك غي، من الاخر انت جايبك تعمل $1 مليار ب15 سنة، صح؟ صح. طيب انت عندك استثمار بمليارين، بدك تعمل 3 مليار لتعمل ربحك المليار، اتفقنا انه بدك 3 مليار باخرة العملية، ايه عظيم. انا برهن لك الذهب كضمانة في حال ما حققت هيدا الثراشهولد اللي انا بحطه اللي هو 3 مليار بالاتفاق معك، الذهب بغطي الباقي. عملت $1.5 مليار بقي لك $1.5 مليار، الذهب هو ضمانتك باخرة العملية. فالذهب معقول يكون متروك لهالغاية، لانه غير هيك من دون ما يكون في اصلاحات كتير جذرية ولا ممكن حدا يجي، يا بي او تي ولا خصخصة، بواقع ما بتعرف بعد بكرة شو معقول يصير، الا بحالة نهب انه يعطوني اياها ببلاش. جاد بدي اسألك سؤال وصلي على الباك شانل هيك حتى نوع شوي ما بين سبيكرز وناس عم يبعتوا باك شانل. سألوني عن دور النقابات، رأيك بدور النقابات بهيدي الفترة؟ سؤال سريع هيك. في نوعين من النقابات، في النقابات اللي هلأ في حاجة لبس لشطفة، يعني بده واحد يكب عليهم صابون ويشطفهم، لهن كل شيء له علاقة بهذا الاتحاد العمال العام ومدري شو هو. هيدا شيء كان موجود وكان فعال لحديت تقريبا سنة 96-97، ولأنه كان عم يرفض السياسات المالية اللي عم بتزيد بعض الضرائب وعم بتزيد غلى المعيشة بهديك الفترة، كانوا يعملوا مظاهرات وكان يعملوا اضرابات فعليا يصير مع التزام شعبي، يعني كان يدعي الاتحاد العمال العام لاضرابات يتسكر البلد، لدرجة انه سنة 96 الحكومة بتاخد قرار بمنع التجول لإحباط مظاهرة كان عم بيدعيها الاتحاد العمال العام. هالقد كان قوي الاتحاد العمال العام، فوقت شافوا انه في شيء قوي وهن ممنوع يكون في اي شيء اجتماعيا منه مستوعب بقنواتهم الحزبية الطائفية كلهم سوا، كيف عملوا تخلصوا منه؟ فرخوا نقابات، صاروا كل 5-6 اشخاص اذا كانوا بشفرية التاكسي اما كانوا باي قطاع من قطاعات النقابات، يعني يعملوا نقابة ويروحوا يسجلوها وزارة العمل معهم دغري، وزارة العمل تمضيلهم. صاروا يفرخوا نقابات هي وهمية، وبما انه كل نقابة يعترف فيها من الاتحاد من وزارة العمل بيصير عندها صوت مثل غيرها بالاتحاد العمال العام، فجأة صاروا كل النقابات داخل الاتحاد هي مستتبعة سياسيا. وايش سنة 2000 بيجي غسان غصن يعني اللي بيقعد مع الهيئات الاقتصادية اكتر ما بيقعد مع العمال، فهذا ما في اي قرابة لا هو ولا كارلوس، يعني لا الاتحاد العمال العام ولا بالمليارات. الحمد لله.
فمن هونيك وبالرايح ما في اتحاد عمال عام، هون نقابات صار في حاجة لأنه نسكره كله هيدا ونرجع نبني بنية نقابية صحيحة بتمثل مظبوط مين اني بيشتغلوا بأي قطاع. هلأ في نقابات تانية مثل النقابات تبع المهن الحرة، هولي أوردر يعني، هولي مش مثل النقابة العادية، هولي واحد يقدر يعمل محامي بده يفوت على النقابة، بقى هون في إلزامية بفوتك على النقابة، فهون صاروا مثل كلب. هالكلب بيأمن امتيازات للمحامين المنضوين فيه، بيعملون صندوق للتقاعد، صندوق للطبابة، ضمان، بيعملوا هالقصص. طيب هولي بيمثلوا كمان بنفس الوقت على الذهنية اللبنانية التقليدية النخب اللي اغلب الاحزاب السياسية بتتكل على اعضاء بتشتغل بهالاشغال، يا حكيم يا مهندس يا محامي. هون ثلاث نقابات المهمة بالنقابات المهن الحرة، ومنزيد عليهم حتى الاساتذة المعلمين يعني. طيب هولي كتل بشرية مش قليلة ابدا بالعدد اذا منجمعهم على بعض، وكل واحد منهم وين كان حاطط مصرياته وقت يجي المحامي يدفع الاشتراكات اللي عليه تيصير يحق له بضمان ولا اي شيء تاني، هو حاطينهم بالبنوك لان احنا دولتنا ما قررت تعمل اي قانون للمدخرات الاجتماعية. بكل دول العالم المدخرات الاجتماعية بيكون لها قانون خاص، مش بنقعد نحن من المصريات بحطهم عند البنك والبنك بروح يعطيهم قروض للمضاربات العقارية، بحطهم بالبنوك. طيب هو اليوم مفروض يكونوا قايمين قيمتهم، لانه هولي مش انه بس واحد وفي مشكل بمصرياته، هولي صناديق فيها مصريات عشرات الوف البشر. طيب هو مفروض مشكلتهم مع البنوك تكون اكتر مني الي، ما عم نشوفهم هيك، ما عم نشوفهم هيك يعني، حتى ما يوخزونا يعني، حتى اللي طلعوا باسم الثورة ولا الانتفاضة ولا شو ما كان، انا كنت بتوقع منهم حدية اكبر بكتير من اللي عم بيصير فيهم. مش بعضهم بيروح بيقبل انه اوكي بناخدهم على 3900، يعني عملوا مثل ابراهيم كنعان انه بدل ما يروح هو يعمل مشكل على قصة 3900 انه عم بخالف قانون النقد والتسليف حاكم مصرف لبنان، راح صار يفاوضوا على السعر قال له عليلنا اياها. انه مش هيك يعني مشكلهم للنقابات لازم يكون اكبر من هيك بكتير، من الاساتذة للاطباء للمحامين وللمهندسين تحديدا، غير كل بقية النقابات اللي عندهم اموال محطوطة بالمصارف. هو اهميتهم انه عندهم قدرة على الحشد يعني، بيدعوا لمظاهرات بيدعوا لشيء، هو منهم انه قوة سياسية عم تقول للناس انزلوا ونبلش نقول عنا شيء امريكاني شيء ايراني، هو خي بشر موجودين داخل نقابة، كيف هيئة التنسيق النقابية بيقدروا ناس من مختلف التوجهات السياسية ينزلوا مظاهرة سوا، اما يتحركوا تحرك سياسي سوا، وازم نلاقيهم شوية بيقعدوا اكتر مع جماعة السياسيين اكتر ما بيقعدوا مع البشر يعني. تفضل إليك. كيفكم؟ أنا عندي سؤال لجاد، بس بدي أخد رأيه بموضوع الثنائي الشيعي والسياسات المتبعة حاليا. أنت بتشوف في صراع حقيقي بين يعني الحزب عم بعيشه، إنه بين إنه عباله يحارب الفساد وعنده مشكلة بحليفه بالوحدة الصف وبالشارع الشيعي، ولا بتتصور هيدا نوع من توزيع الأدوار تيوصلوا لشي مطرح معين؟ لك انا بقد ما في بفضل ما اتكهن تكهنات. انا حتى مرة عملت مقابلة مع ابراهيم الامين رئيس تحرير جريدة الاخبار، قال شغلة انا موافقه فيها، انه خيي اذا انا مثلا اليوم شو بعرفني مجتمع مدني ولا ما بعرف شو حي الله شي، وبيجي بخبرك اخبار انه خيي ايه هيدا الشي اللي عمله شو بعرفني القوات وقت نزلوا على الشارع مثلا، انا مني كتير معه لانه عم بيخربط لنا، بس خيي بتخسرني اذا بطلع اولى، انا شو بدي منك يعني، شو انا بدي اتجوز وانا بدي منه موقف سياسي تناضل فيه بدها معركة صعبة كتير تواحد يعمل شيء. هلا شو في بنوايا حزب الله؟ ما رح اقعد هلا اتكهن، انا اللي بعرفه بالنتيجة انه بمختلف المفاصل هولي ما عم بيفترقوا عن بعض. هلا انه انا لو في عندي علاقة شخصية مع شخص بيهمني نواياه، بس انا علاقتي سياسية بحتة مع هيدا الفريق، وقت انا ما عم بقدر شوف كسر بهالحيط تواحد يجرب يقول خيي هو شي وهو شي، بدهم مثل ما بقصة بامور معينة بيقدروا يحتفلوا بانتصارات حققوها لانهم سوا، بدهم بالسلبيات يحملوها سوا، وإلا المسؤولية السياسية تستدعي منهم مش بس موقف واجراءات، لانه الموقف اوكي مهم
بس نحن بدنا عمليا الانفصال يصير بالسياسة، لا بالامن ولا بمشاكل ولا بشي تاني، بدنا بس بالسياسة نقدر نفرق شو بيختلف واحد عن التاني. هلا اذا بيجي بيقولون لانه اوكي نحن كان بدنا نشيل رياض سلام بس نبيه بري ما بده، اوكي انت شو عملت بوقتها؟ رضيت بري. طيب اوكي يعني بدك ولا ما بدك؟ اخذتها بالفعل، انت اخذت هذا الموقف، يمكن انت بتفضل يكون شيء تاني وكذا. هلا بفهم اوكي في حسابات تانية وفي كان دم بالزمانات بيناتهم وكذا، طيب اوكي بس بين كل اللبنانيين كان في دم. اذا بعد 30 سنه على انتهاء حرب ما فينا بقى ولا واحد ينفصل عن التاني والا منهدد بحرب، خلينا نعترف انه هذا النظام فشل انه ينهي الحرب وتعود نحكي بشيء جديد. بس نبقى بهالنظام ونحكي بدنا نجيب مئات يجي رئيس حكومه ويجي يوسف الخليل وزير مال ومنقعد مع بري وبري بيقعد معنا، اوكي اخرتها انه يعني النوايا بتصير مش مهمه، irrelevant يعني. وي سوري نات. يا تفضل سؤالك. ايه بونسوار. بونسوار جاد، كيفك؟ بونسوار الحمد لله. اسالك سؤال هيك برات القصه اللي عم نحكيها شوي بخصوص الاعلام، انت للسلطه الاعلاميه قد ايه انت برايك فيها، يعني كيف صار القصة بالثورة وقد ايه الاعلام كذب كتير ما بعرف فيك، ما بدي احرجك بسؤالي بس قد ايه الاعلام حامل سلاح وكب كذب مثل نعم؟ كذب بأي معنى بس تتواتى كذب انه ما فرجها، ما في في قصص ما كان عم بفرجيها مزبوط، في معلومات في وسائل يعني مثلا لمن ينزل مثلا قصص لنقول عن ال تعطي اكزامبل عن القاضي غادة عون، كتير عالم مثل وجهوها انه هي محسوبة على سياسية معينة اتسترا، مع انه هي عم تعمل شغلها المزبوط اللي بيملي عليها انه تعمل هيدا الشيء. صوروها كتير، عطوا صورة بشعة عن القاضي غادة عون وسيسوها للقاضي غادة عون، مع انه هي عم تعمل شغلة بالنهاية بغض النظر. على كل الاحوال قدي السلطة الاعلامية بتقدر تساعد الشعب تسقفه سياسيا لتقدر توجهه لحتى يقدر يتعلم يحاسب النايب اللي عم ينتخبه مثلا، تعلمه القصص. وقدي انت معترح التيار الوطني الحر بخصوص المحاكمة العلنية بمجلس النواب مع مواكبة اعلامية ليشوفوا العالم مين المسؤول عن كل شيء صار، من لنقول ما بدنا نرجع ل 92 قطعة الكهرباء، نبلش من 2010 مثلا. اوكي تنبلش اول شيء الاعلام بشكل عام بلبنان منه بافضل حالاته ولا باي شكل من الاشكال. بكل تلفزيون انا برايي وبالعالم كله مش بس بلبنان، التلفزيون بيكون عنده مواقف سياسية لمالكيها التلفزيون. في نوعين من الملكيات، في ملكية سياسية بالأنظمة الأحادية بيكون تابع دغري للنظام، أما بحالتنا نحن بيكون أحزاب سياسية عندها التلفزيونات، وهيدا الشيء منه طبيعي. يعني فكرة الإعلام اللي هو موضوع أساسه كذا، هيدا طلع بعد الحرب العالمية الثانية كجزء من أنه بدنا نفعل أنظمة ديمقراطية، بطل في أحزاب شمولية ولا أحزاب حاكمة لحالها، فما بدنا يكون الإعلام مملوك من أجهزة الإعلام الحزبية اللي كانت تتسمى اسمها قبل الحرب بروباغندا. فبدنا الإعلام يكون محل بخبر هالناس شو عم بيصير على المزبوط، الناس تصير ناخبين أفضل. طيب هيدا على الورقة والقلم، بالفعل من أمريكا للبنان، من روسيا للصين للبنان، نحط كل الدول يعني، الإعلام آخرتها منه شيء مثل تشانل يوتيوب تبعي بيفتحوا بكاميرا وميكرو حقهم ماشي بقدر أنا أرجع دبر حالي فيهم. إعلام أكلافه هائلة، فصاحب الإعلام إما بيكون حزب هيدا عم بيعمل بروباغندا هاي منا حقيقة، يما بيكون صاحب رأس مال. وأصحاب رأس المال وقت تكون بعشرات ملايين الدولارات بده واحد يسأل رأس مالهم من وين جاي، يا بده يكون جاي من أشغال معينة فإذا عندهم مصالح لأنه مصالحهم كبيرة، يما بتمويل، هالتمويل بدنا نشوف من وين جاي. فالإعلام فيك طلعته بتمويل سياسي مباشر، يجي هيك دولة تعطيك مصاري ولا حزب ولا حدا، وحتى في نواب وشخصيات بيدفعوا، يما
بيجي التمويل من المعلن بحط دعاية عندك تعا زعله هلا. يعني انا مرة واحدة حكيوني الجديد بشغلي كنت بتقرير حاطت فيها اذا بتذكر صح بنك اوف بيروت كان عامل شجرة عيد ميلاد بال 2015-16 هي بقلب بكركي وتحت حاطت هيك بانكارت بتشبه الاي تي ام يعني تحت الشجرة كاتب عليها بنك اوف بيروت تذكرنا خبرية المسيح وتجار الهيكل وكذا. بقى عملت تقرير قالوا لي يا خي بس حط بلور وما تسمي له اسمه للبنك لانه معلن عنا. هلا من هونيك وبالرايح انا بعرف شغلي انه بما انه كل وسيلة اعلام بالدنيا هيك وكل وسيلة اعلام عندها مصالح واولويات ومواقف سياسية الاعلامي صرت بفرقه عن الاعلام بقدر ما هو مستعد يفرق حاله لانه انا بعرف انه هامش الحرية تبعك هو هامش تفاوض بك تعمل له معركة كل يوم بتوسعه الظروف بتساعد يضيق بك تشتغل عليه كل يوم والتفاوض بينك وبين مؤسسة اعلامية مشكلته انه بدك موازين قوى ما في كتير موازين قوى لصحافي فيه ينطرد فبصير انت قديش انت حاجة لتلفزيونك بتاخد هامش حرية اكبر. يعني انا حتى وقت المظاهرات كل يوم اطلع احكي وعلى المنوكي وعلى رياض سلامة وكان التلفزيون عم بيجرب يقول لي انه خي كل الوقت رياض سلامة ما احكي عن حدا تاني ما كمان في نصابين بقلب السلطة السياسية. انا كان الجواب انه اوكي بحكي عن هوليكي وقت ينطرح موضوع يتعلق باعمال هوليك وكانت وقتها عساس الحكومة مستقيلة. هلا وقت ايش حكومة حسان دياب بلشنا نحكي عن حكومة حسان دياب. ففي هامش بقدر ما انت يتاح لك الظرف نفسه وانت قداشك حاجة لتلفزيونك. بقى الصحفيين في بعضهم من افضل الصحفيين برأيي بالمنطقة وفي صحفيين من اسوأ الصحفيين بالعالم بس الاعلام دايما مرتبط بمصالح. هلا غادة عون تحديدا ايه في بعض الاعلام ظلمها بأي معنى ظلمها في ناس حكيوا بصورة عنصرية وذكورية على شكلها وعمره وحكي يعني شو بده يحكي الواحد حكي شوارعي. هلا بقصة ميولة للتيار الوطني الحر هيدا منه ظلم ولا افتراء عليها ما هي اعلنت هذا الشيء وحتى في مرة كانت بدها تحط استقالتها حطتها بتصرف رئيس الجمهورية وقالت اللي هو بيقرره. انا برأيي يعني فيها تحط استقالتها مطرح لازم تنحط في مجلس قضاء اعلى وفي اليات لهالامور. بقى هيدا منه ظلم هي هونيك محسوبة سياسيا للأسف. وانا قلت انه انا مشكلتي مع ليش ما في دافع عن نموذج غادة عون بالمطلق مع انه بالقضايا اللي رفعتها خصوصا بقصة الاشكالية اللي صارت مع غسان عويدات انا قلت انه هي اللي معها حق بهذا الموضوع لانه صيطة بقلب القضاء وسألت كذا شخص بيشتغلوا داخل الجسم القضائي وحتى بعض المحامين بيقولوا انه لا ما علي اي اشكاليات تتعلق لا بفساد ولا شيء بسمعتها خلال كل مسيرتها القضائية. هيدي منقولة ومنقول بنفس الوقت انه بلا هي محسوبة على التيار الوطني الحر. مشكلته للتيار الوطني الحر انه وقت يرتضي يكون في عنده ناس من جماعته بقلب اي تعيين وهن بيقولوا انه هيدا البلد هيك وكذا. المشكلة انه اوكي افترضنا نظريا انت نقيت احلى ناس بالعالم وبكل المقومات بس انت وقت تقبل المحاصصة بالدولة انت مسؤوليتك عن حصتك وعن حصص البقاوة. ما انت لو ما قبلت بمنطق المحاصصة بتعمل مشكل مش لتعين جماعتك لتمنع كل البقاوة يعينوا جماعاتهم. وخلينا نروح ببعض المحلات في خدمة مدنية ببعض المحلات في اليات للتعيين بنحترمه بس انا وقتها اقبل بيفوت لي قاضي من جماعتي الي انا مسؤول كمان عن القاضي اللي فات من جماعة بري وجنبلاط والحريري وكذا لانه انا ما عملت معركة اللي منع المحاصصة. وهذا حكي مش عم بقوله من موقع التنظير انه يابا انا ضد الكل. هي حتى جميل السيد باول جلسة مجلس نواب بعد انتخابات 2018 جميل السيد دايما بيحكي بمنيح عن تيار الوطن الحر يعني طلع حكي باول كلمة لقاله بعد انتخابه انه هو ابلغ رئيس الجمهورية سنة 2016 وقت انتخب رئيس انه اذا في عندك معركة بك تعملها هي انك ما تقبل انت تعين ولا واحد لتبلش تمنع كل البقاوة وتخلق اليات للتعيينات. ها هي سميها معركة العهد. اما اذا سمحت انه انت ينعطاك حصة وبالمقاول بدك ترضى بحصص البقاوة العوض بسلامتك راحت ادارة الدولة من تحتك لانه فعليا تحت الوزراء هالدولة محكومة من قضاة ومن عسكر ومن ادارة. اذا هولي فتنا بالمحاصصة العوض بسلامتك اللي انعمل ما انعمل معركة آليات تعيينات
ورفض للمحاصصة بالمشاركة فيها. من هونيك وبالرايح فينا نذكر بعض الأفراد بصورة فردية مش بصورة جماعية، مش لأنه بينتموا لحزب هني أوادم، هني بصورة فردية منيح، وفي كتير ناس من قلب نفس هذا الحزب منهم منيح أبدا. فمن هون وبالرايح صارت مشكلة بالتعيينات وآلية المحاصصة اللي هي الكل معني فيها. فالإعلام في مشاكله الواضحة واللي في منه بيقبض مصاري على الصعيد الفردي من إعلاميين ومؤسسات كاملة، وفي منه لا، في صحفيين ما بيعملوا هذا الشيء. فأنا بحاسب كل صحافي لحاله، الإعلام لا يعول عليه كشيء للتغيير بالبلد، آخرته هو ممسوك من مصالح. أما التيار الوطني الحر قلت لك رأيي بهالموضوع. في قصة المحاكمة العلنية، أنا برأيي هذا طرح شعبوي، لأنه ما في شيء اسمه محاكمة علنية، لأنه المحاكمة بنتيجتها بده يصدر حكم لينفذ. أما نقعد مجلس نواب نتهم بعض ونراشق بعض، ما هذا الشيء كل يوم عم يصير على التلفزيون. السؤال مين بده يحكم بهالاتهامات المختلفة تيقدر يفصل الحق عن الباطل؟ إذا نحن القضاء كمان فتنا بمحاصصة القضاة، مسار القضاء جزء من المشكل، وبنرجع على نفس القصة. بونسوار. ليك اول شيء طالع اقدم اعتراض على شيء قلته اول شيء. تفضل. يعني هذه قصه المحاصصه، يعني انا بعتبر انه لما تحكي على تيار فات بالمحاصصه مثل غيره، تيار مثل يعني عنده تمثيل شعبي، اخذ تفويض من الناس، يفوت ناس عندهم كفاءه على المراكز بالادارات، هيدا الشيء يعني نص على الدستور. لا هذا ما نص على الدستور ابدا. انت بحكيك مثل اسقطت عنه انه لانه حزبي بطل مواطن، يعني اسقطت عنه. لا 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 انه يروح على اي مركز بالدولة. لا بتصور بتصور حتجاوبني بس ليه انا بدك تفيد؟ صرت مستعجل. لا انا لو عارفك بتسالي هالسؤال كنت ببقى. انا زياده وقت يا كارولينو. ايه ليك اوكي. بعدين شغله انه بكل ديمقراطيات العالم يعني بس الاكثريه ما يقدروا يعملوا ائتلاف كبير، يعني انه حكم الاكثريه بيعملوا ائتلاف بين عده احزاب لا يعملوا الاكثريه لا تحكم. هذا الشيء اسمه ابوينتي باي كوتا. لا لحظه، عم تحكي عن ابوينتي باي كوتا؟ ابدا ما بتعتبر يا طيب. بس في جاوبك بس لانه في مغالطات بس مش مزبوطة. طيب بس في سؤال والجواب يكونوا كثير سريعين لحتى نبدا. لا وصل لسؤالي. لا ما وصلت لسؤالي وتعليق بعدين ناصر. طيب في علق انا على تعليقك ترجع تكفي لانه شغلي ورا شغلي. طيب. لانه راح يكتر. اولا كل واحد حر بحزبيته ويبقى بحزبيته، ولكن اليات، في اليات توظيف بهذا البلد وبكل بلد بالعالم. في انت مجلس خدمه مدنيه، اما اليات محدده للتعيين. حتى وقت اجت الوزيره ماري كلود نجم باخر حكومه لا حسان دياب، اجت تحكي بانه خلينا نتبع المعايير اللي ما بتسمح لاي حدا من منطق سياسي يعين زلمته، بل نقطع باليه، وهالاليه الكل بيحترمها. تم رفض هالموضوع من الكل، من الكل الكل يعني، وهذا قالته بالمقابله اللي انا عملتها معه. واقف عند رئيس الجمهوريه وعم يتفاوض عليه. عظيم. واقف عند رئيس الجمهوريه لسبب تاني متعلق بالتشكيلات مش باليه التعيين، ولكن موضوع التعيينات بس خليني اقول لك المعايير هيدا عم تحكي عنها بس خليني جاوبك على شغله. انت عم تيجي تقولي انه هل يسقط حق الانسان بانه يتوظف اذا كان حزبي؟ ابدا ما بيسقط حقه، بس بده يدخل من ضمن الاطار الموحد تيكون هو طريقة دخوله على الدولة عادلة بينه وبين كل الناس. إذا أنا قدمت ولا أنت قدمتي ولا ناصر قدم، ما له أولوية حدا على التاني، لأنه بيجي تليفون من حدا. إذا طلع تيار وطني حر ولا طلع تيار مستقبل بالآلية المتبعة للتعيين، إذا كانت بامتحان أما بمقابلة أما بغيره، بيطلع من مكان، مش بنقعد على مجلس وزراء ومنحط لائحة أسامي. أما قصة التعيين بالكوتا، سمعت هذا الحديث حتى قاله الوزير جبران بيصير بأحد المقابلات، وهي فيها مغالطة، لأنه بالببليك أدمينستريشن إلا إذا ما اعتبرين لبنان عنده ديمقراطية أعلى بكتير من أنا متوقع من الأحزاب تحسن لنا واقعنا الديمقراطي، مش تتحجج فيه لتبرر هي كيف تتصرف مثل غيرها. بس أنا اللي عم جرب أقوله أنه بالببليك أدمينستريشن في آليات مختلفة بتتبعها كل دولة لكيف هي بتعين إداراتها. بأمريكا مظبوط، بأمريكا في شيء اسمه سبويل سيستم، اللي هو كل إدارة بتجي بتجيب معها إدارتها،
مشان هيك بتسمى إدارة بايدن، إدارة ترامب. هيدا نظامهم وهو منصوص عنه بالقانون. أما بلبنان اللي متبع النظام الفرنساوي مع شوية تعديلات تنلبنه، نظامنا هو عكس هيك تماما. نظامنا بيجي بيقول الموظف متفات بقلب الدولة ممنوع إقالته إلا بحالات كتير صعبة، مش هيك بصعبه الإقالة إلا إذا في إخلال وظيفي وأمور كبيرة، بس ممنوع سياسيا تشيلي ولا موظف لحين انتهاء خدمته للتقاعد. مش هيك بيبقى موظفين بفوتوا من أيام الياس الهراوي وبعضهم لليوم، لأنه بلبنان ما فيك تشيلي للموظف. ليش؟ الاعتبار الفرنساوي كان تنقدر نحرر الموظف من السلطة السياسية، لأنه دائما بده يجي وزير يجرب ياخد الإدارة على قرارات، هيدا عم نحمي الموظف نقول له هذا الوزير ما فيه يشحطك، ما فيه شيلك، تحرر. فأنا بدي تحترم الآلية الدخول تنكون كلنا كمواطنين متساوين كما ينص عليه القانون اللبناني، وما يجي تليفون يميز إنسان عني لأنه عنده انتماء حزبي. وبما أنه هيدا البلد في اختلاف بين أطراف سياسية، واحد بيتهم التاني بالفساد، التاني بيتهم الأول بالفساد، أنا المشكلتي التانية غير أنه خارج الأصول وخارج طبيعة العمل النظام المفروض يكون الإدارة بلبنان، المشكلة بتصير وقت أنت تعين 3-4 أشخاص من جماعتك لأنه هن من جماعتك وأنت معتبرتيهم أكفاء ويمكن يكونوا أكفاء، بس أنت عم بتكون هاي جزء من موافقتك، لأنه آخر شيء بيمضى على المرسوم كله سوا علي بعيره النبيه بري ولي جملات كمان، فأنت تطلع لك هو تبعك طلع له هو هوليك. فاليوم وقت واحد ينتقد غسان عويدات كيف عم يتصرف مع غادة عون، هو اجوا بفرد سلة، غسان عويدات اجا من قبل فريق سياسي وغادة عون اجت من فريق سياسي تاني. مشكلتي الموجودة اليوم مع غسان عويدات هي سلة اللي جبته، ما كانت اجت هالسلة لو ما رضيوا كل الاطراف عنا بما فيهم شخص غسان عويدات، لانه كل واحد عنده حصته، فبصير الواحد مسؤول عن حصته وعن البقاوة. لا خلص، انا بس قررت اكسر هيدا السيرك الفيسيو اللي عم بيصير، متهم رئيس الجمهورية عم بعرق للتعيينات القضائية. لا ما عملها، ما كسرها، ما باري كلود نجم قالت انه بدي انهك بس بعد عندي سؤالين. حبيبي عن جد مرسي بوكو. لا ما سألك، روقي ناتس، ما سألته انا، بس انه هون كارولينا بليز بليز بعد عندي سؤالين. سؤالي بس الحمر بسرعه. هلا اذا انت اعتبرت انه كل حزب جاب واحد بالانتخابات لكل فريق، قد بتعتبر شباب الثوره رح يطلع لهم؟ واذا اجوا يعني اذا جابوا لنقول 25 ل 30 نايب لنكون بوزيتيف، شو ممكن يحققوا يعني من ناحيه تحسين الوضع حسب ما انت بتشوف جد؟ هلا حسب طرح كل واحد منهم. تعليقك بس بعدين بروح على خلص كارولين خلص ما عاش لحق. بالنسبه للانتخابات اول شيء ما بس استعجلت كثير ناصر بالاخر، والله هلا استعجلت والله. مش طيب تنجاوبك وهيك بنسرع على النقاش بموضوع لا انا خلصت مدت ساعه صرت مش قادر. بس بموضوع الانتخابات نيبي، انا ما بعرف شو بيجيبوا المعارضين، وانا بالنسبه لي ما في معارضه وحده، انا مني معها كلها، انا في ناس بقلب المعارضه مثلهم مثل اي واحد بالسلطه بالنسبه لي، هذا الشيء بيتعلق بحسب خطابهم بحسب برنامجهم. هلا الناس شو بتقرر هيدا مش بايدي، يعني انا هذا الامر ولا مره بياثر بالخيار تبع شو الصح وشو الغلط. وهذا المثل انه دايما بايام بيطلع في مثلا اثنين عم بيتشارعوا على التلفزيون، بيكون واحد نايب بكتلة واحد من شي حزب جديد اما من المجموعات اما شو ما كان، بيجاوبوا انه نحن عنا 30 نايب ومنتخبنا مدري كم الف 100 الف واحد، انت شو عندك؟ على اساس هو العدد بيحدد الحق. ما هو اول شيء لو الناس انتخبت صح ما كان وصل البلد لهون، هاي واحد. ثانيا في شغلة هيك حلوة عن المسيح، وقتها راح للصلب المسيح بده واحد يتذكر كيف صارت القصة، صارت بالتصويت بالانتخاب، لانه بعيد الفصح عادة كان الوالي الروماني بيحرر احد المساجين وقرر يعرض على الناس مين بدكم برقابة ولا بدكم المسيح، صوتوا لنشوف. الناس صوتت انه افرجن لعن برقابة واصلبوا للمسيح. بقى هلا الناس شو بتقرب للانتخابات مهم اكيد لنعرف مصير البلد لوين رايح، بس بغير شيء بشو الصح وشو الغلط؟ ابدا ما بغير شيء، بيبقى الغلط غلط والصح صح. بقى السؤال وبيرجع هن كيف بدهم يفرزوا حالهم بمنطق البرامج السياسيه، وعهون ساعتها واحد بيقدر يعرف شو بيقدروا يعملوا.